حاجه بقى ايه نكشه كده وايه مش بحبها، بس يعني انت ليك ان انت تقولها. موسم 2004 2005 الاهلي كان قوى نفسه قوي، والزمالك انت قلت كده مع ستيبي ما كناش كويسين. قبل ماتش الاهلي كان عندنا ماتش في اسماعيليه، دراجوز لاف ايوه دراجوز لاف ستيبوفيتش، كنا دلعوا ستيبي تمام. كان عندنا ماتش في اسماعيليه، تامر خد الانذار الثاني. في قالك ناس قالك خبيثه قالك ايوه انت خطيره في ناس خبيثه كده قال لك تامر خلع انت خطيره خلع لا لا بس انت لعبت كام ماتش قمه بقى؟ ده الرد، انت لعبت يجي 20 اصلا. لا انا لعبت كتير بالظبط. لا بص انا بكلمك على الفتره من 2000 ل 2004، ده فعلا اللي احنا لعبنا فيها كوره. والجيل ده يعني انا بتكلم على جيل عمره 4 سنين مش عمره 10 سنين، في اجيال جت في نادي الزمالك قعدت بال 12 سنه و13 سنه. احنا الجيل ده مدته 4 سنين واخدين تقريبا 12 13 بطوله، كل واحد عندكم 11 12 كذا، كل واحد عنده رصيد ده في الاربع سنين. فاحنا بنتكلم على الجيل ده، وغير كده كمان الصحفي اللي كتب ده انا كلمته واتخانقت معاه. يعني انت دخلت جوه افكار عشان يعني انا اسمع في اسمعنا ماتش صعب، فكره ان احنا كسبناه واحنا كسبناه 2-1 يعني احنا كسبنا، وطريقه لعبي كده يعني انا هو مش متعودين ان انا اخد انذارات على فكره، مش متعودين ان انا عارف ان كنت في الدرجات ما بتاخدش انذارات كتير، بس الماتش نفسه كان تقيل كنت تقيل وانت لعبت قمه الدور الثاني تقيل وانت الفرقه وفرقه احنا كنا خفاف برضه وقتها خفاف. انت قلت الجيل بتاعنا كان عمره 4 سنين، 4 سنين بس. حلو، السبب ايه؟ الجيل نفسه كان فيه عناصر ما عندهاش الاستمراريه. بص اقول لك على حاجه، ولا كانت الاداره تجميعة الجيل ده كان توفيق من عند ربنا فعلا. فركشت الجيل ده من الاداره، تجميعة ربنا وفركشت اداره حقيقي. فانا بتكلم على الدكتور كمال، راجل محترم جدا ومن احسن رؤساء النادي، بس ما قدرش الفترات ما بعد كده الدنيا باظت. انا شايف ان بعد 2004 كان الاداء كان سيء جدا جدا، اداء اداري واداء لعيبه جدا. لا كان اداء اداري يعني انعكس عليكم انتوا كلاعبين. احنا خلاص انا كنت بلعب خلاص في ال 30 سنه فتجيب ناس تشيل، احنا مش هنشيل بقى، مش هنقعد نشيل نشيل نشيل، فانت تجيب استمراريه للناس خلاص تبقى شجره كده مفرعه كده، مش تيجي في الشجره طالعه كده وتقصها من فوق، ما ينفعش.